قامت مديرية الوقف السني المتمثلة مديرة الوقف السني في سامراء هذه المناسبة بتكريمهم كوكبة من تلاميذنا المتفوقين الذين يعني جابوا نسب عالية جدا في درجاتهم. حقيقة هذا مما يدل على يعني نحن كوادر التربية في سامراء على أداء واجبها بأكمل وجه. بدورنا نشكر راعي الحفل عائلة المرحوم الشيخ رياض الكليدار اللي رعت هذه المناسبة وهم يعني دائما سباقين في هذه الاحتفاليات. هذا أقل ما نقدمه إلى مدينتنا العزيزة مدينة سامراء راعية العلم والعلوم والحضارة. نقدم هذا الشيء البسيط إلى هذه المدينة وهذا وبراعم سامراء هم مستقبل سامراء، هم الجيل القادم، هم من سيحمل اسم سامراء إلى عالي. نقدم الشكر الجزيل إلى ديوان الوقف السني لمساهمته معنا برعاية هذا الحفل وإلى تربية سامراء وإلى جميع الكوادر التدريسية التي قامت بمتابعة الطلبة وإيصالهم إلى هذا المستوى. حقيقة اهتمام مديرية الوقف السني جاء بعد مخاطبات رسمية ما بين المديريات في القضاء ما بين ديوان الوقف السني والتربية، واهتمامنا بهذه الشريحة جاء لكونهم هم البراعم والنواة الأولى لكل تفوق وإبداع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وندعو كافة السلطات الموجودة اليوم من المحافظة ومن مجلس النواب والمجلس المحلي والقائمة المقامية أن تحظى هذه الشريحة باهتمام أكبر كونهم هم النواة الأولى لأي إبداع وأي تفوق.